سعيا من مؤسسة البترول الكويتية لدعم محفظة أعمالها العالمية، أنشأت المؤسسة عددا من المكاتب الإقليمية في مدن العالم الاستراتيجية بهدف التقرب من عملائها وتلبية احتياجاتهم والتوسع في الأسواق العالمية. ويعد مكتب المؤسسة في بكين أحد تلك المكاتب الإقليمية، والذي يلعب دورا مهما في تمثيل مؤسسة البترول الكويتية في الأسواق الصينية. يقوم مكتب بيجين التابع لمؤسسة البترول الكويتية في الصين بأدوار رئيسية، من ضمنها تطوير علاقات العمل ما بين زبائن السوق الصيني والكويت، ويقوم كذلك بجمع معلومات عن السوق الصيني وآخر التطورات وكل ما يخص في مجال النفط والغاز. كذلك يقوم مكتب بيجين بالبحث الدائم عن زبائن جدد في السوق الصيني، سواء للنفط الخام أو المنتجات البترولية، وبالعمل على المحافظة على العملاء الحاليين. طبعا عندنا أدوار كثيرة في مكتب بكين، ولكن أحب أذكر لكم أهم الأدوار اللي نقوم فيها. طبعا يجي على رأس الغائمة توطيد العلاقات بين مؤسسة البترول الكويتية وزبائننا في الصين، وذلك عن طريق الاتصالات الدائمة، الزيارات المستمرة بيننا وبين الزبائن، وتغريب وجهات النظر. كذلك نعمل على متابعة العقود الغائمة بين الكويت وبين زبائننا في الصين، والتأكد من سلاسة وسلامة تنفيذ هذه العقود. كما يقوم مكتب المؤسسة الإقليمي في بكين بدور مهم في توطيد العلاقات الاقتصادية ما بين دولة الكويت والصين. كذلك يقوم المكتب على توطيد العلاقات ما بين الكويت والصين اقتصادياً، وخاصة في كل ما يتعلق في مجال الطاقة، والعمل على تزويد الصين بكل متطلباتها وبكل ما يخص النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال. طبعا وجود مكتب تمثيلي لمؤسسة البترول الكويتية في الصين هذا دليل واضح على مسؤولية مؤسسة البترول الكويتية تجاه زبائنها في هذا السوق، وكذلك وجودنا هنا يساعد الزبائن على الإجابة على استفساراتهم أول بأول. وجودنا هنا يشعر الزبون أن الKPC موجودة بنفس التايم زون، بإمكانه يستفسر بأي وقت يحتاج أي معلومة، إحنا موجودين هنا. وهذا مثل ما قلنا دليل واضح على مسؤولية مؤسسة البترول تجاه زبائنها. كفاءات وطنية توالت على إدارة شؤون المكتب الإقليمي في الصين، محققة إنجازات ونجاحات في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق النفطية العالمية. لمكتب بيجين العديد من الإنجازات منذ نشأته منذ عام 2005، ومن أبرزها تقريب وجهات النظر ما بين الشركات البترولية الحكومية الصينية ومؤسسة البترول الكويتية، وتم كذلك توقيع العديد من العقود الطويلة الأجل ما بين دولة الكويت والصين. هذه الإنجازات والحمد لله تمت بسواعد إخواننا اللي سبقونا بتولي مسؤولية مكتب بكين، لأني أمانة أنا جديد نسبيا، صار لي 5 شهور، لكن كل الإنجازات هذه تنسب لإخواننا اللي قبلنا سبقونا، وبإذن الله نتفائل خير. السوق الصيني واعد وسوق كبير، وإن شاء الله الفرص كثيرة ومتجددة، فبإذن الله إن شاء الله الله يقدرنا ونكمل على اللي سووا إخواننا ونجيب فرص جديدة وعقود جديدة بإذن الله. ولا يقتصر دور المكتب الإقليمي في تمثيل العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، بل يمتد أيضاً للتمثيل الوطني لدولة الكويت. والمكتب كذلك دور في تمثيل دولة الكويت بالصين بالتعاون مع السفارة الكويتية في بيجين، وذلك من خلال المشاركة والحضور في جميع الفعاليات الخاصة بدولة الكويت والمقامة بالصين، مثل الأعياد الوطنية والمنتديات الاقتصادية. وكذلك يتم إعطاء ممثل السفارة الكويتية نبذة مختصرة عن آخر التطورات الحاصلة ما بين مؤسسة البترول الكويتية وما بين الشركات البترولية الصينية. كذلك أي مناسبة تقوم فيها سفارة الكويت في الصين نحضرها طبعا ككويتيين بداية، ورغم أننا نحضرها كموظفين بالمؤسسة علشان نعرف الحضور أن في مؤسسة بترول كويتية موجودة ولها زباين موجودين في الصين. وعلى الرغم من المنافسة المتصاعدة في الأسواق النفطية العالمية، يعتبر المكتب الإقليمي لمؤسسة البترول الكويتية أداة مهمة تضمن استقرار العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين.